أعلنت هولندا إطلاق برنامج جديد بقيمة 8 ملايين يورو مدته 4 سنوات بهدف رفع القدرة التنافسية لقطاع الزراعة في العراق. ستقوم وزارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية بتمويل المشروع الذي ستنفذه شركة إيكو كونسلت بشراكة مع شركة دلفي الهولندية المختصة بالاستشارات الزراعية، وسيساعد المشروع على زيادة مرونة وصمود أنظمة السوق وتحسين معرفة المزارعين بالإدارة الفعالة والمستدامة لقطاع الزراعة. وصرح القنصل العام لهولندا في أربيل ويليام كويسجن في حفل إطلاق البرنامج قائلا: تعتبر هولندا ثاني أكبر مصدر زراعي في العالم، ويسعدنا التعاون مع العراق بهدف تعزيز قدرات هذا القطاع الهام الذي سيسهم في توسعة النشاط الاقتصادي للعراق بعيدا عن قطاع النفط. إذ أنه على الرغم من أن عوامل الصراع الداخلي والواردات منخفضة القيمة والإعانات المالية غير الملائمة قد أدت إلى تقويض القدرة التنافسية الزراعية لدى العراق، إلا أن القطاع الزراعي لا يزال ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد العراقي بعد النفط. ويتجسد التحدي الرئيسي في هذه المرحلة في كيفية زيادة الإنتاج بالرغم من تدني كمية الأمطار وتدفق الأنهار بفعل التغير المناخي.